لبقى تدلي رئيس وشيلي كرم من راسك، عيشي حياتك انت ومرتاحة. عن شي مخصة، فهمت شو؟ مخصة عم بتصرخ بوجهي كمان. بتوصل 100,000 دولار لأهلها للبنت، صاروا مسؤوليتنا من اليوم ورايح. شكلك بتحبي أكتر شي. لا ما كلهم أولادي ونزلين عن قلب. لا عدتي تعذبتي بكل هالأكل مشاننا ما بتعدي تاكلي معنا. يلا شرفي شرفي. وصلتنا خبرية إنه عاملين حاجز على طريق الرجعة. أنا ما قلت لك رح جيب بنتي معي. يعني بدك تحرمني من حفيدتي؟ وقت بدك تقبلي بنتي بدك تقبلي أمها كمان. عم بتهددني؟ هي ما لي شغل، بس هي تبرعات للفقراء للمحتاجين للأيتام.